مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج منا والناس. النهارده هنتكلم عن مشاكل جات لنا، بس قبل ما نتكلم عن اي مشكله حابه اقول لكل مشاهدينا في كل مكان كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده اخر حلقه لينا في السنه 2020، يا رب تكون 2021 حلوه علينا كلنا. رب 2020 هو رب 2021، رب 2019. نتمنى ان شاء الله السنه الجايه تكون خير علينا وسعاده ان شاء الله. قبل ما نتكلم عن اي مشكله، الاول هرحب بالاستاذه منى اللي هي منوراني النهارده، ملكه الاحلام وتفسير الاحلام الاعلاميه الجميله. اهلا بيك يا منى. اهلا بك يا سالي، واهلا بكل الساده المشاهدين، ويا رب تكونوا بخير، والنهارده تكون حلقه خفيفه على الجميع. يا رب كل سنه وانت طيبه. وانت يا حبيبتي. تتمني ايه في 2021 الاول؟ لا نتمنى، احنا نتمنى فيها الخير ان شاء الله. طبعا انا بقول ربنا يستر ويسهل يا رب، ويعني يشيل الغم عن الامه يا رب العالمين، هو ده حلمنا كلنا مش اكتر يا رب. 2020 بدات معانا بجائحه كورونا، وكانت هي دي المشكله بالنسبه لناس كتير جدا، لان فيروس اول مره نسمع عنه واخد ناس كتير للاسف معاه. والله ولسه يعني لسه هنقول ايه، لسه الموضوع متواصل، وبالعكس متواصل بشده كمان اكتر. وانا شايفه ان هو ابتلاء شديد قوي، ولكن احنا بناخد بالاسباب بقى، كحول وحاجات من دي وكلام من ده، ولكن شايفه ان الموضوع اكبر من كده بكتير جدا. هي يعني ربنا بيدي فاقه للانسان ان هو يفوق من الغفله اللي هو فيها، ويبدا بقى يراجع حساباته مع نفسه. ورغم كده هتبصي حواليك هتلاقي الناس مش واخده بالها خالص، كاننا في غفله شديده قوي. فربنا يستر على المسلمين يا رب العالمين. فعلا عايزين نعرف ساده المشاهدين المشكله اللي جات لنا النهارده. اتفضل. كنا بنتكلم انا وانت قبل الحلقه في المشكله، ان واحده جوزها طريقه كلامه كويسه جدا بره مع الستات، وبيقولوها ايه، نعم ولا كلام كويس؟ بيقولوا ايه يعني، هو بيتكلم بطريقه كويسه يعني مع اي واحده، اللي هو بيقوله طري قوي كده، وحط طري يعني. ايوه، واللي هو لسانه حلو مع الستات. مسهوك كده يعني، مسهوك الراجل المسهوك. انا عماله اجمعها. الراجل المسهوك اللي هو بتلاقيه مع اي واحده، سبحان الله، واخد كل الستات بره كواريره، وعنده قاروره خلاها قد الزير، فمش من قله الاهتمام. فطبعا دي مشكله كبيره جدا في اغلبيه الرجاله، مش عايزه اقول في كلهم يعني، في اغلبيتهم. ان هو دايما مع اي واحده عامه. بصي، الراجل المحترم بتلاقيه في حوار معين، لو اتكلم اي واحده بره بتلاقيه دايما ما بيبصلهاش مباشره، كلامه حد، واللي هو ايه، جد فيه جديه شويه. ما بيحاولش ان هو يتطرق لاي امور خاصه ليها خالص، لان اللي بيفتح مواضيع والشيطان بيدخل بين الراجل والست هو اللي هو بيعرف خصوصياتها. فهي تقول له ده انا تعبانه عندي مشكله، طب احكي لي، هو بقى الصدر الحنين بقى، طب احكي له، مش احكي له كده. فبيدخل حته الشيطان ما بينهم، فبيبدا العلاقات، او بتبدا المواضيع اللي احنا مش بنحبها، اللي هي طبعا الخيانه الزوجيه وحاجات من دي. هي ما وصلتش للخيانه معاها، هي كانت بتقول ان جوزي طريقه كلامه بره مع الستات ما بتعجبنيش. سالتها يعني ايه ما بتعجبكيش، قالت لي يعني بيقعد يتكلم كلام حبيبتي في قلبه، في على لسانه على طول، بيهزر هزار ممكن ما يكونش هو راضي الهزار بتاعها. هو ده فتح الباب قال اي حاجه، او اي علاقه، او اي موضوع، او اي حاجه في اي حاجه. اي ست طبعا بتحب ساعات النوعيه دي، فاهم، فكرها ان هو في البيت كده برضه، فتقول ما شاء الله على مراته وكلام. بتقول لك لا في البيت غير كده خالص. طب معانا الاول اتصال ناخده. اتفضلي. ام احمد مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. ازيك استاذة منى؟ اهلا بيك يا ام احمد. اتفضلي. ايوه استاذة منى، معلش معايا ثلاث احلام صغيرين. اتفضلي يا ام احمد. اول حلم امي حلمت اول امبارح ان واحده ذا مفاتيح كثيره في ايدها. بس والحلم الثاني، الحلم الثاني انا قلت لحضرتك من اسبوعين كده، بس ما سمعتش التفسير بتاعه، اللي هو ان انا حلمت الجاموسه بتجيب سمن وجبنه، وفي رمضان بسيط انا راح احلبها، وهي بتناديني بالشعور ان انا احلبها، كنت خايفه منها. تمام. بس بعد كده رحت حلبتها، نزلت السمن البلدي وجبنه، وفي رمضان بسيطه خالص، وبنات اختي نور ومريم كانوا واقفين جنبي، والجاموسة ثمينة ما شاء الله خالص يعني، والمكان بتاع اللبن كبير خالص، وانا كنت خايفه منها الاول، بس بعد كده ابتديت ايه اروح عنديها، وهي بتشاورنا نحلم. الثالث انا ما بسمعش التفسير، معلش المره اللي فاتت. حاضر. الثالث والرؤيه الثالثه، ها، انا حلمت ان انا عندي بيت واسع كبير خالص، وجو عندي ضيوف، عندي ناس يعني في البيت. فانا فرحانه ان الناس جات عندي، لقيت بيتي كبير واسع، بس البيت كان فيه شويه غبار على البلاط او على السيراميك، قلت لا انا يمشي نقول ايه بنظف البيت يعني، وبس فرحانه فيه، كان ماضيك شويه غبار خفيفه خالص. قلت
لا انا لا كده ايه اقوم ايه ماسحه، بس البيت كبير بسم الله ما شاء الله كبير جدا يعني. وبس بص الضيوف كانوا قاعدين متخيلين يمشوا واجي بس ايه مسحه عشان ينضف يبقى نظيف على الاخر. طيب ماشي حاضر، شكرا لاتصالك يا ام احمد. الحلم الاولاني المفاتيح وكده، فهو بيدل على ان هي المفروض تكون صاحبه قرار شويه، محتاجه تكون صاحبه قرار، وهي بتبدا بقى تشوف هي عايزه ايه وتعمله، بس تعمله بحب يعني وباحترام للناس اللي حواليها عشان محدش يتاذى يعني يتاذى من الكلام اللي هتقوله يعني، لان واضح ان هي فيها عندها امور لازم تاخد فيها القرارات، لان هي مفاتيح مش مفتاح. الحلم الثاني بتاع الجاموسه والكلام ده، فهو بيدل على خير السنه، بيدل على ان في خير وسعد وايام جميله جدا جايه ان شاء الله. الحلم الاخير اضغاث احلام، هي تعبانه من شيء يخص حياتها وان شاء الله هتفوق منه قريب. استعيني بالله واستغفري باستمرار وان شاء الله ربنا ينجيكي. امر جاي منا. الاول هنخرج فاصل وهنرجع على طول. اتفضل نكمل حلقتها. اعزائي المشاهدين هنخرج فاصل وهنرجع لكم على طول استاجو. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، بنكمل حلقتنا النهارده مع منا والناس. قبل الحلم الاخير اللي احنا اخدناه دلوقتي اول حلم لينا، كنا بنتكلم عن مشكله صاحبه المشكله اللي بتشتكي ان جوزها مسهوت مع الست، عنده ميوعه. نقول عنده ميوعه، عنده ميوعه. انا قلت لها حاجه بصراحه يا منا، قلت لها بصي اللي ما بيخافش ربنا انت ما تتوقعيش انك هتغيريه، ده اولا. جميل. ثانيا في ناس كتير طريقتها بتبقى كده، فهي قبل الجواز اكيد شافت طريقته بالمنظر ده. قلت لها مش فجأة هتلاقيه اتغير وبقى كده بعد الجواز، هتعمل يعني. ايه طيب؟ هو إيه خلاص انت قلت لها هو دي طريقته، بس هي طريقته غلط. الدين بتاعنا مش بيقول لنا كده، الدين مش بيقول لنا ان انت اي واحده اتكلمت تقول لها يا حبيبتي. في ستات معلش قلوبها مريضه وعندها مشاكل وممكن ما تكونش تسمع الكلمه دي من جوزها. ممكن تكون واحده مطلقه فعندها شويه مشاكل فيقول لها يا حبيبتي مالك، تقول له معلش يا حبيبي والدنيا راحت لحبيبي وحبيبتك وكلام من ده، فالدنيا هتكون رايحه البوظان شويه. فلا يعني انا بقول له يعني لمي نفسك يعني سيطر على نفسك. هي شوية. تعمل ايه؟ والله تقعد تنصحه وتكلمه، خاصه لو بينهم اولاد انصحيه وكلميه. ما ينفعش تقول لحد يا حبيبتي غير ليا، ما ينفعش انك تكلم حد بنعوميه، انت راجل، الراجل يعني مكانته تكون المفروض يكون في عنده شويه التزام في كلامه، يكون عنده احترام في كلامه للست اللي قدامه. وكمان هيختلط بستات كتير ليه؟ هو ايه شغلته عشان يختلط بالستات؟ هو ايه يعني مش فاهمه. ولكن لو اختلط بستات لا، يحاول تحاول ان هي تحزمه، تعمل له حزام كده من اللي هو ايه ما ينفعش وكده. ده انا حتى انا قلت لها اعملي زيه، وقال لي انا قلت لها اعملي زيه. تعمل تروح تكلمه حد؟ لا لما تكلم حد تبقى طريقتها في الكلام زي ما هو هو يحس ازاي. لا بصي هو مش هينفع، هو مش هينفع ان انا اعمل ند بالند يعني، مش هينفع ان هو هيخون فانا هخون، مش هينفع ان هو بيكلم واحده حلوه بيقول لها كلام حب فانا اروح اقول هو ما بيخونش. خلي بالك هي قالت لي في المكالمه ان هو ما بيخونش داخله بقى. ما بصي بصي طالما اشتكت يبقى اتوجعت، يبقى هي راحه للاطار ده طالما اشتكت خلاص. لكن انا الموقف كان عاجبني وخلاص تمام، لكن هي خايفه. خايفه من بعد ايه؟ فهو مش هينفع طبعا. ساري اكيد بتهزر والكورونا والدنيا بايظه، فهي مش هتعمل طبعا كده خالص. بدافع حاجات كتير قوي، بدافع ان هي واحده اكيد محترمه بنت اصول بنت اصل، بدافع ان هي واحده ست اكيد، والست هي بتبقى نقوله ايه كان في البيت كله. فمش هينفع ان هي بقى هتكلم هتقول له ازيك يا حبيبي عامل اخبارك ايه. طب ناخد اتصال معانا. بصي استاذ علي عمال يقول لي في اتصال معايا. اتفضل ام جنى مساء الخير. الو ايوه ام جنى اتفضلي. ازيك ازيك عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله احنا سامعينك كويس. اتفضلي. معلش انا كان عندي حلمين صغيرين. اتفضلي. اول حلم شفت امبارح ان انا واخت جوزي قاعدين، واحنا انا واخت جوزي ديت انا وهي متخاصمين يعني. تمام. قاعدين في المنام مستنحين وبتتكلم معايا عادي جدا. تمام. فايه جوزي قال لي جهزي الاكل، انا وجوزي متخاصمين دلوقتي. جهزت له الاكل، فلما جبته له جبت له معايا خضار كتير جرجير كتير. هو بيقول لي انت جايبه لي اكل شويه ليه؟ ومتضايق كده. فبقول لي عارفه انا هبني البيت دلوقتي وهتعيشي فيه. جميل. دي اول رؤيه. تاني رؤيه كان جنب بيتنا في الاساس مفيش جامع.
جنبتنا ارض فاضيه، رحت لقيت في الارض الفاضيه ديت جامع لسه بيتبني. وصلت من شباك الجامع لقيت جرادل ضاهيه تمام، وساعه في الحيطه متعلقه. ظبطت الساعه بتاعت الحيطه على الساعه 7 وساعه ايدي على الساعه برضه 7، ولقيت اختي قاعده على البوابه بتردع بنت صغيره، واختي بتستني بس على وشها يستني. تمام. طيب خلاص، شكرا لاتصالك يا ام جنى، واستاذه منى هترد عليك حالا. الحلم الاولاني واضح ان ام جنى فيها خير وحد جميل وحد كويس، واحده ما بتحبش المشاكل وما بتحبش الخصومه وكده، وهي عايزه تصالحها، بس هي عايزه حد يتدخل بحيث ان ايه، ان الموضوع يبقى جاي طبيعي، ما حدش يقول شوفوا، عشان هي خايفه او ما عندهاش كرامه، شوفوا هي اللي بدات ازاي، فهي نفسها الموضوع تبقى كويسه، بس حد يتدخل في الموضوع. يعني الحلم الاولاني هو بيدل على ان في ناس بتوسوس لها، بتقول لها اعملي زي ما هي ما بتعمل، لا ما تكلمهاش، لا لا. والناس دي في منهم كتير جدا، يعني ربنا يهدي لهم الحال يا رب العالمين. قلبك وضميرك هم خليهم هم اتجاهك، شوفي ايه المفروض صح يتعمل واعملي. وانا شايفه ان الدنيا مش مستاهله اي حاجه في اي حاجه دلوقتي، فربنا ينجينا يا رب العالمين، وخلي حد يدخل وحاول ان هو يصلح الامور ما بينكم. شكرا لاتصالك يا ام جنى. معانا صديقه البرنامج نسمه. اتفضل. نسمه مساء الخير. مساء النور استاذه، ازي حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا نسمه، عامله ايه؟ الحمد لله بخير والله. نسمة وانت طيبة ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. معايا نسمة؟ الله يسلمك. نعم. معايا؟ ايوه معايا. قبل ما تقولي حلمك، قبل ما تقولي حلمك كده، عشان احلامك قبل كده كلها ان انت هتتخطبي قريب، صح؟ اه. ترضي خطيبك يقول لواحدة زميلته في الشغل يا حبيبتي، او يتكلم معاها بهزار ما يعجبكيش؟ لا طبعا، لا يجوز اصلا. شايفة الست ربنا يرضيش بالامر. لا هي ست اصلا يا رب. ست اصلا يعني ست. لا هي مش صح. ايه لا ايه مش صح، هو مش صح طبعا. بصي بصي خالص، انت معاكي حلم يا نسمه؟ اه. طب قولي يا حبيبتي. اتفضل. حلمت ان انا في واحده ست انا اعرفها، هي من مجموعة والدتي، ان احنا قاعدين في جنينه والمعلمه بتاعتنا جات، وكل واحد فينا قرأت رابع، وكنت عايزه انام، فهي ما خلتنيش نمت على الارض، وحطت ايدها تحت دماغي وحضنتني، وكنا نايمين تحت الشجره، بحيث ان لما اجي هي نايمه صاحيه، بس انا كنت رحت في النوم، فهي مستنيه لما اجي علينا الدور عشان نقرا مره ثانيه هتصحيني. ده الحلم. تركيز بس، هي النسبه بتنسى شويه، والله اعلم ده بيدل على النسيان، وهي محتاجه شويه تركيز بس مش اكتر. هو ده الحلم بتاعها. ربنا يا رب يصلح لك حالك يا رب العالمين. يا رب. ارجع لسالفين. ترجع تاني مش اصل فكره، انا عندي كذا مشكله، بس يعني كانت مره خيانه. هي مره هي دلوقتي قاعده واكيد بتتفرج علينا وبتقول طب انا امنعه ازاي، وانت قلت حاجه حلوه من البدايه خالص، قلت ان هو اكيد ده طبعه، والطبع لا يغلب التطبع. وقبل الجواز قلت لها اكيد كان كده. اه، فهي زمانها بتقول لنفسها طب هو ليه مش معايا كده؟ اصل هو عارف ان انت موجوده في البيت وكده كده، هو انت كله قدامه وكله شايفك، لكن هو بره بيعمل في جنينه بقى، كل شويه الاقي ورده شكل ورده شكل وكلام من ده. فالراجل بقى ايه يعني، ربنا يهديه رب العالمين، لان انا بسمي النوعيه من الرجاله دي، هي كلمه مش عارفه اطلعها ازاي، بس كلمه راحه للستات شويه يعني. ف عرفتها. اه. فحاولي ان انت تحاولي ان انت تخليه يسترجل شويه. احنا عندنا ازمه في الراجل اللي هو كده، مش عارفه الكلمه دي عايزاها بس حاجه باللغه العربيه، راجل ستاتي شويه يعني، تسميها راجل ستاتي شويه. بلعته خالص. يعني نقوله على الحته دي يعني. عندنا فعلا ازمه في الحته دي، يعني احنا محتاجين فعلا فعلا الراجل يبقى راجل. راجل الراجل بره يبقى ست ست. لا ليه الراجل بره بيبقى حنين قوي مع صحباته ومع اصحابه، وتحسي ان هو وديع، وتقولي الله ده يا بخت مراته في البيت، وتلاقيه في بيته ساكت اصلا. اصل هو دي ساعه وهتمشي، او هو ساعه وهيمشي، فبيطلع الطاقه بتاعته كلها بقى، والرومانسيه والشكل الحلو والكلام الحلو والكلام الناعم. لكن هو كده كده مروح البيت ماسك البطيخه والجرايد بتاعته، فمروح كده كده الموظف، فواخد روتين عادي في بيته. هي بتبص بيبقى عنده خلل او مشكله نفسيه، اللي هو ايه، دايما عايز يحس بنفسه، دايما عايز يحس ان هو مرغوب، حتى لو الكلام بيبدا منه هو، لكن هو عايز دايما اللي بنقوله ايه، صدى الموضوع اللي قدامه يتقلب عليه، فيقول لنفسه ايه ده، هي لو كانت شايفاني ان انا حلو وكلام من ده بقى، ولد مش عارفه ايه، ما كانتش اتكلمت معايا، يبقى انا مرغوب. وتفضل الفكره تكبر عنده تكبر عنده، فيبدا بقى يكلم دي ويكلم دي، وما هو خلاص بقى، ما هو لكن هو ما هو اللهبل ده مش عارف اللي بيكلمه علشان واحد أراجوز عمال يتكلم ويضحك. فالراجل اصلا المفروض الراجل من طبيعته الرجوليه تبقى فيه، يبقى حد كده محترم، حد يشيك في كلامه، حد مؤدب، يخاف ربنا، يخاف اكيد عنده عرض في البيت، عنده ولاد في البيت بنات، عنده واحده ست برضه ممكن حد يبص لها، ما يقولش هي بقى متجوزه وعيب كده. واحنا عندنا المجتمع بتاعنا اصلا يا سالي،
بيسيب حاجات للراجل، فراغات كتير جدا للراجل ومساحات كتير جدا يعمل اللي انت عايزه، وبييجوا يعملوا عمليه تقييد للست، بيقيدوها، لا غلط 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 غلط، فهو بالتالي شايف ان هو من حقه اعمل كل ليه؟ حاجه. عارفه ليه بيعملوا تقييد للست والراجل لا؟ بيتقال له ان انت من حقك تتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، لكن الست لا، فعشان كده بيديله يتجوز بس ما يخونش، يتجوز بس ما يخونش، مع ان الست عندك في ستات تقول لك يخون بس ما يتجوز، وده الفكر الخاطئ بتاعنا، اللي احنا دايما بنبقى بعيدين عن الدين بتاعنا وعن كلام ربنا، بعيد خالص خالص خالص. طب ناخد ام احمد ونرجع تاني. ام احمد مساء الخير. ايوه مساء النور. مساء النور. ايوه ممكن اكلم دكتوره مين لو سمحتي؟ معاكي اتفضلي. ماشي ازيك يا دكتوره مين؟ اهلا بيك حبيبتي. والله ابني كان حلم ان هو بيتوضى في الجامع، وبيتوضى جنب منه رسول الله عليه الصلاه والسلام. تمام. وبعدين فهو بيتوضى الاثنين قصاد بعض كده، فجاي ببص فيه مبتسم، ببص فيه النبي عليه الصلاه مبتسم، وبعدين سلم عليه. تمام. بس كده خلص الوقت. طيب ربنا يحفظه لك يا رب العالمين. واضح ان كل شأن في يوم من الايام، وان شاء الله يكون يعني صاحب دعوه. انت حاولي بس ان انت تنمي الموهبه اللي عنده، ولازم يحفظ القران هو، او يتابع احاديث معينه، او يسمع لحد معين هو بيحبه، لان بشترك ان شاء الله ليه مستقبل كويس في الدعوه ان شاء الله، والله اعلم. نرجع تاني المشكله. طيب انا دلوقتي هي تعبانه معايا، تعبانه لدرجه ان هي ممكن تعيط مع نفسها وتبقى مقهوره ما تواجهوش. بصي، هو الموضوع دلوقتي كانك بتعالجي بالظبط واحد راح توديه لدكتوره امراض نفسيه، فتاخد معاه الخطوات بالراحه بطريقه اللي هي ايه اللي بنقول بطريقه الحرب البارده، اللي هو ايه ان انا ينفع ان انا ودايما تخليه غير عليها، يعني انا عايزاه دايما تخليه غير عليها. بمعنى ايه؟ تيجي مثلا تيجي ايه رايك نيجي نخرج مع بعضنا، ومعلش تكون مهتمه بنفسها شويه، فاكيد لو في حد بص عليها وهي ماشيه اكيد اكيد ان شاء الله في شويه رجوليه كده هتتحرك، ده اكيد يعني طبعا، فهيبدا يتضايق وكده، فهيبدا يحس ان مراته العين عليها، فممكن يتبص عليها انا بعمل غلط، طب ما تفوق لنفسك يعني، ربنا هدي يعني لو كان من النوعيه. بس هي لما اتكلمت معاه هو مش حاسس ان هو بيعمل غلط، بيقول لها دي طريقه مجامله من نوع، يعني نوع من انواع المجاملات، انا بجامل الكل، لازم اضحك في وش الكل ست او راجل. لا، هو غلط، مفيش حاجه اسمها اجامل، مفيش حاجه اسمها ان مجاملات، في حاجه اسمها غلط وفي حاجه اسمها صح. ما ينفعش ان انا اروح لواحده تكون متجوزه او واحده مش متهببه مش متجوزه واقول لها يا حبيبتي ازيك عامله ايه روحي النهارده ربنا ياخدك يعني روحي ايه وكلام فاضي، ما ينفعش يعني، انت لا تقبليها ولا انا اقبلها ولا حد يستحملها ولا واحده ست تستحملها، يبقى المفروض يبقى في كنترول عليه منها، هي ان هي تبدا ان هي تحسسه ان انا موجوده، ان انا برضو انا ممكن يحصل معايا المواقف دي وانا مش هقبلها على نفسي، فانت خلي بالك، وتقعد تتكلم معاه طب انت بتقول لي كده، طب مش، وتحاول تشغله باستمرار تشغله، لكن ما تضغطش عليه، تشغل الشغلانيه الحلوه الحاجات الخفيفه بتاعه المراهقين دي، لان هو ده اصلا وهو داخل على السكه دي، داخل على سكه المراهقه واللي هو الستات والكلام فاضي من ده. طب ناخد الاتصال ونرجع. اتفضل. هاجر مساء الخير. مساء النور. مساء النور. ازي حضرتكم؟ الحمد لله تمام. عندي حاجة. استأذنك الأول توطي التلفزيون بعد إذنك يا هاجر. حاضر. تمام كده؟ تمام. حلمت إن أنا راكبة حصان، ومستغربة إن أنا إزاي يعني راكباه وكده وعارفة أمشي بيه، ففضلت ماشية بيه لغاية ما جيت في العمارة في البيت عندنا، وطلعت بيه السلم. أنا ساكنة في الرابع، وجي لغايه الدور الثالث قابلت جارتنا اسمها طمطم مأمين، قالت لي انت هتطلعي كمان بالحصان لغايه بيتك لغايه الشقه عندك؟ قلت لها طيب خلاص يا طمطم مأمين يعني هسيبه هنا في الدور الثالث، وطلعت لغايه بيتنا، كان فاضل دور بس، لغايه بيتنا على رجلي عادي. طيب حاضر، شكرا. شكرا لاتصالك يا هاجر، استاذه منى هترد عليكي حالا. بيدل على نيل الاماني، وبيدل على الفرحه، وبيدل على الراجل الجدع، وبيدل على الخير اللي هي بتتمناه، وبيدل على علو ليها، وبيدل على الواحده اللي هتتوج تبقى متواجده في وسط اسرتها وعيلتها. حلم حلو ليكي ما شاء الله. نرجع تاني الموضوع. استاذ علي نكمل موضوعنا ولا في اتصالات تانية دلوقتي؟ عشان هي بس يعني لو يسيبنا بس حته هي صغيره كده بس، عشان هي اكيد قاعده مستنيه تقول انا هعمل ايه بالظبط. فنتشارك انا وسالي بقى، بس هنخلي راي سالي المرحله الثانيه، خلي بالك مش هتسال على طول بتلاقي راحت في حته لا انا كلمتها بصراحه. بصي هي بتقولي ان هي بعتت لي، وانا قلت لها انت تعبانه الفتره اللي فاتت، اعملي زيي ولا ايه؟ لا ما قلتلهاش كده. بصي هقول لك على حاجه، لو هو طريقته مع الناس كده هو مش شرط يكون بيخونها، هو ده ممكن فعلا يكون اسلوب ده اولا، بس مش هتستحمل، هي مش هتستحمل، في الاخر هيقع في غلط، خلي بالك هيقع، هيقع حتى لو طريقته كده هيقع، هيقع،
فاحنا محتاجين ان احنا يعني نحاول خلاص، هو الراجل ده طبيعته كده خلاص، احنا مش هنعرف نغيره، لكن هنعرف نحجبه، هنعرف نخليه يقلل. مثلا لو بيتكلم 10 وحدات نخليه يكلم 5 وحدات، لو بيتكلم مثلا 5 يخليه يكلم 3، فنحاول نقلل له. يعني هو خلاص واحد مريض فاحنا بنعالجه، لكن انت اهم حاجه تمسكي اعصابك شويه، وتحاولي ان انت ما تضغطيش على اعصابك وتتعبي خالص، لان واضح الموضوع ان لسه هيطول شويه، لان ده طبعا احنا بنغيره من اول وجديد تاني. وما تقولولوش كل شويه ما تقولش يا حبيبتي، ما تعملش يا حبيبتي، ما هيقول. بس انت دلوقتي قلتي لي كلمه هي فعلا قالتها واحنا بنتكلم في عن طريق الرسائل، بتقولي هو فعلا مش عايش مراهقه، بتقولي ده بدايه مراهقه، بدليل ان هم عندهم 4 اولاد. أوه. عايز يسيب الاولاد وكل فتره يسافروا مع بعض. قلت لها ما تعملي كده، دي حاجه حلوه جدا طبعاً. اولادها صغيرين، يعني عندها اصغر طفل 3 سنين تقريبا او 4 سنين. طيب تاخدهم لو مامتها عايشه توديهم عند مامتها 6 يوم يومين، ممكن تاخدهم معاها وما تحسسوش ان الاولاد موجودين. الست الواعيه والذكيه بتعمل حاجات كتيره جدا، خلي بالك الست بالذات عن الراجل. خلي بالك الراجل بطبيعته غشيم وغلبان، وانا بسميه عنده نوع من انواع طبعا معذره مش عايزه اقول من انواع الهبل، ان ممكن الغلط بتاعه يبان بسرعه. وما بيعرفش يداري، وما بيعرفش يداري امور، وما بيعرفش يسلك في بعض الامور. دي طبيعه الراجل، لانه في الاخر بتلاقيه رايح عامل زي الطفوله كده، زي الطفل الصغير. ست ذكيه قوي، واعيه، مدبره، بتعرف تلملم الامور كويس قوي، عندها حكمه ودهاء. يعني لو عايزه تعمل الحاجه هتعملها. هي بتفكر في ولادها 24 ساعه، يعني هي بتقولي انا عندي 4 اولاد، فان انا اسافر واروح واجي انا ما عنديش الترفيه ان انا اعمل كده. بتقولي بيبقى عندي مسؤوليه ولادي، في منهم مذاكره. والله منهم والله دروس. هو عايز يسافر وكده، هو عايز يسافر عشان يبقى هما الاثنين لوحدهم بس، هي دي كل القصه. انا قلت لها كده بيحبك. طب ما انت حاولي. بصي بغض النظر عن الحب وبغض النظر عن اي حاجه، هو راجل متجوز على سنه الله ورسوله، يعني عايز يعيش مع مراته بقى، يعيش قصه حب، يعيش قصه جواز، يعيش قصه عسل. هو عايز يعيش معاه حاله معينه. طب انت ممكن تعيشيها بدل ما تسافري وانت جوه، وانت جوه الحته بتاعتك في بيتك في غرفه نومك، عيشي معاه، تدلعي معاه زي ما انت عايزه. ولادك منيماهم من بدري، مأكلاهم، الدنيا مظبطاهم، يبقى انت مسكت الميزان من النص. الحمد لله مطمئنه على اولادك، حبايبك في حضنك في الاوضه اللي جنبك، وانت جوه روشاه روشي. هو الراجل عايز يتروش، دماغه لسه الريشه عنده ثابته شويه. خلاص. وعلى فكره الموضوع سهل جدا مش صعب، لكن هي اللي زي ما يكون يعني الامور تقيله عليها، بتفكر في الصعب. لا، فكري في السهل هيتسهل، لكن ما تروحيش عند الصعب وتقولي اصل انا هسافر ازاي وولادي مش ولادي. لا، هاتي اسكندريه في اوضه نومك، هاتي امريكا في اوضه نومك، هاتي. ولا مش هتعرفي تعملي كده سهل ولا ايه؟ طب ناخد ام علاء معانا. ام علاء مساء الخير. مساء النور على حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي، عندي حلم خاص بواحده متوفيه جارتي قريب. اتفضلي. وعندي حلمين لبنتي وبنتي، فارجوكم ما تفصلوش عليا. اتفضلي اتفضلي. ماشي. واحده جارتي متوفيه، توفت وهي بتولد، عندها 3 اطفال وتوفت وهي بتولد الرابع. فواحد طفل صغير بيحبها جدا، فشاف ان رؤيا ان هي في مكان القبر بتاعها نور وطالع منه نور، بس حوالين القبر ده كلاب. اه. متحوطه القبر ده من بره. تمام. محاولين محيرنا الحلم ده، فمش عارفين ايه الظروف، يعني نعمل لها ايه، في فلوس عليها، ايه اللي حاصل، عايزين نطمئن. بصي يا ميته، وهي عندها كام سنه؟ عندها حوالي 30 سنه 33 حاجه في الحدود دي. تمام كده، 30 36. بصي ربنا يرحمها يا رب، هي في منزله طيبه. هي في منزله طيبه الحمد لله رب العالمين، لان هي كانت خدومه، هي كانت خدومه وكانت اجتماعيه وناس بتحبها. الناس بتحبها، كلها بتحبها. انا جاريتهم، مش انا بعيد عنهم، بس بالنسبه لي كانت بنتي. لكن في بعض الناس دلوقتي بداوا يتكلموا كلام غلس قوي، كلام مش محبوب، مش مستحب، مش حميد، كلام مش كويس. لا الناس صراحه ربنا كلها بتحبها، ده لما ماتت الناس كلها حزنت عليها. انا بتكلم مع بالراحه. بالراحه، خليكي معايا ناخد وندي مع بعض. الكلاب اللي حواليها دي، الكلاب اللي حواليها بيدل على ان في ناس بدات تتكلم كلام غلس. بتلاقيهم قاعدين فاضيين كده فيتكلموا، يقولوا ايه مش مثلا كانت زمانها متجوزه ومخلفه، مش عارفه ايه ده فلان مثلا اللي كان عايز يتقدم لها، مش يعني بيتكلموا كلام في عرض الميت حرام. حرام. فدي الكلاب اللي حواليها، لكن هم ما بينهشوش، يعني هم ما بينهشوش. لكن بنتي عايزه تكمل حلمها وبعد كده فصلنا كله مع بعض. ماشي. طب يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتوره، انا عندي راي. اتفضلي. بالرؤية ان انا رايت ان انا شقتي انا قاعده مع حماتي. اه. وسلفتي الكبيره قاعده لوحدها.
تمام. ان شقتي دي اتنقلت بقت في مكان تاني. وقدام الشقه بتاعتي دي شجره وخضره كبيره. تمام. جبت سلفتي اللي هي قاعده لوحدها ديت، حطيت لي كلب قدام الشقه. تمام. رحت قلت لها هو انت حطيتي لي ايه؟ قالت لي انا ما حطيتش حاجه، مشيت كده في سكه كده، والسكه ديت في حته حاجزه مطر كده وطينه. راحت فتحت الشكاره اللي هي طلعت منها الكلب ديت، وبقيت تاخد من المطره ديت طينه وتحط في الشكاره بتاعتها. راحت قالت لي، قلت لها هو انت بتعملي ايه؟ قالت لي انا هاخد الطينه ديت اعمل بيها عشه للبط. وبعدين قلت لها طب والكلب ده؟ بصيت لقيت كلبين، واحد يعني ذكر واحد انثى. وهي بيتهيألي كده ان هي جايبه الكلاب دوت عليا انا وحماتي مامتي يعني. طب قلت لها طب واحنا هنعملوا ايه ده؟ قلت الكلاب رحت في واحد فيهم موته، بس مش عارفه ده اذا كان الذكر او الانثى. هي علاقتها ايه بسلفتها؟ علاقتك ايه بسلفتك؟ هي قاعده لوحدها يعني، بس والله اعلم بقى العلاقه مش كويسه. طب خلاص ماشي، شكرا. حاضر. طب شكرا لاتصالك، ومنها هترد عليكي حالا. الحلم الاولاني الاول بتاعت المتوفيه، هي محتاجه صدقات ومحتاجه ان حد يترحم عليها ويفتكرها، وهي الحمد لله في منزله طيبه، ولكن هي الناس اللي تبقى قاعده فاضيه دلوقتي بيتكلموا كلام خايب كده ملوش لازمه. اما الحلم الثاني بتاع سلفتها وكده الشجره الخضراء اللي قدام البيت كده، فهو بيدل على ان هي ما شاء الله جوزها راجل عاقل، او بيدل على ان في راجل حكيم في العيله ما بيحبش الغلط، ما بيحبش ان حد يغلط في حد في العيله، فدايما بيلجأوا له ان في الاخر تجيب كلب وكلام من ده. فهو بيدل على ان سلفتها رغايه بتاعت كلام كتير قوي، ولكن دايما بتروح للحته اللي هو والله ما اقصدش ده، انتوا عارفيني ده انا غلبانه وكده، ودايما بتعيط بسرعه. انا عايزاكي بس دايما تشغلي رقيه شرعيه في بيتك. احنا مش بنقول ان هي عامله لك اي حاجه عشان دماغك ما تروحش في اي حته، لكن شغلي رقيه شرعيه باستمرار في بيتك، ولو في نوعا ما كلام ما بينك وما بينها يكون افضل، ما تقطعيش مره واحده، وربنا يصلح لك الحال يا رب. معنا اتصال تاني. اتفضلي. مياده مساء الخير. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. عندك كام سنه يا مياده؟ صغيره قوي. انا عندي 22 سنه. 22 سنه؟ ما شاء الله صوتك صغير قوي. الله يكرمك يا رب، ربنا يعزك. اتفضلي. ماشي حاضر. بقول لك يا استاذه منى، انا حلمت ان انا في مكان شبيه للسجن. على ايه؟ شبيه للسجن. شبيه للسجن مكان. مكان شبيه للسجن، وانا قاعده فيه وكاني عماله اعيط، عماله اقول انا هطلع من السجن ده امتى، وعماله اعيط بس ملفوف بملايات بيضه. تمام. المهم عماله اقول هطلع من السجن ده امتى، والمهم جالي واحد شيخ لابس قفطان ابيض وحضرت لي كده، وقال لي بقول له هطلع من السجن دوت انت، عمال اعيط راح مردش عليا ومشى. بس كده. شكرا لاتصالك يا مياده. طيب ربنا يا رب يبارك لها فيها ويحفظها لها يا رب العالمين. لو اشتكت من اي تعب او اي مرض ما يسكتوش ويكشفوا عليها، وربنا يبارك لهم فيها يا رب. يعني بلاش نفسر الحلم للاخر ونخرج صداقات بنيه رفع البلاء عنها ان شاء الله. طيب نرجع بقى لموضوعنا تاني. انا ملاحظه حاجه بقى بصراحه بيني وبينك كده، ان انت دايما متحامله على الستات، تبقي دايما في صف الراجل. يعني اي تقصير من الراجل. طب انا لسه راجل شتمه دلوقتي. لا لا بس لا بس بتقولي تهتم بنفسها عشان وتعمل وتسوي، مش بدل تهتم. هي بتشتكي من 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 حاله وطبع موجودين. انت بتشتكي من حاجه بقت في الدم مزروعه خلاص مش هتتغير. انت ما بتقابليش الرجاله دي في الشغل في حياتك يا منى؟ بتقابليهم ما بيقولولكيش انت بس، بيقولوا الستات حواليكي. لا انا بشوف رجاله طريه قوي، اللي هم الغليسين اللي هم يخلوكي تبقى انت عايزه ترجعي اصلا. اللي هو بصي تبقى الواحد يعني هو معروف عن الراجل يا جماعه، يعني الراجل يعني حلاوه الراجل في قوته في شخصيته في هيبته في وضعه في مكانه، لكن لما يكون عارفه عارفه النوعيه دي يعني الله يسامحهم يا رب العالمين، النوعيه الطريقه دي مفيش ست بتحبها عامه يعني. لكن هو ممكن يكون في بعض الاوقات لبعض الناس يقول لك بيقضي الغرض يعني، وبيحطوه تحت والله بيحطوه تحت اطار ايه ده، بيقول ده مثلا الراجل ده طيب، او الراجل دوت ده انت عارفه الراجل ده روح خدي منه مصلحته، ده هو بيحب يتكلم مع الستات والبنات وكده. يعني ربنا يعني يكتم بقك ويكتم بقه هو الاخر يعني، فالدنيا بايظه في ايه؟ بتدخل في حته ثانيه وحشه خالص يعني، بياخدوها وسيله لحاجات تانية كتيره جدا. فانا عايزه اقول لاي راجل لو انت عندك حته النعوميه والكلام ده الله يخليك انشف شويه، بدل ما تجيلك حاجه كده تخليك تنشف غصب عنك. ف
فالراجل اللي مش بقول الحمش، الراجل المحترم كويس، المحترم الوسط، الراجل يبقى طبيعي يعني، مش لازم يبقى ماشي متدلع مع الستات كلها، ومش لازم يبقى جد ويتدلع ويتهبب ليه اصلا يعني. هو هيتدلع ليه ومش متجوز؟ ما يروح يتدلع في بيته، يتجوز مره واثنين وثلاثه واربعه، ما يتجوز اربعه ست ويتدلع معاهم، يتدلع مع اولاد الناس ليه؟ فلا، يكون محترم يعني، عايزينه يكون محترم، يخاف من ربنا، يتقي ربنا في كل واحده يكلمها، يعرف اللي هو بيعمله غلط. دينك مش بيقول لك كده، مش بيقول لك اتمايع اتمايس مع اي واحده ست، غلط. وتكون حر، وتكون راجل، راجل ربنا في الاول في الاخر قدامك، علشان انت عارف طبعا انت بتعمل حاجه غلط، وانت معاك وكما التدين تدان يعني، هي لفه لفه ما كده كده جايه لك. لكن هو الطبع يا سالي بيبقى صعب قوي انك تغيريه، لكن بتقدري تجملي، تقدري ان هو ايه، تخليه يضحك على نفسه شويه. بس هو بقى بذكاء الست يعني، خليه يضحك على يعني، لا ما شاء الله انت النهارده تتخيل ان انت كنت بتكلم واحده ما قلتلهاش حبيبتي، ده انت نسيت، ده انا بفكرك والله. وهي ممكن يغيظها ويكلم واحده ولا حبيبتي؟ اه طب ما شاء الله، شوف انا فكرتك ازاي والله. هي بص، هي بتعالج منها ان هي بتفتح الباب وترجع ترممه، تقفله، تفتح الباب، اصل كده كده الباب ما هو مفتوح. لكن هي مش هينفع مره واحده، لو مره واحده هيحصل صدام ما بينهم الاثنين، وهي اللي هتكون خسرانه. بس عارفه يا منى، في ناس تقول لك ايه، دي ثقافات بين راجل وست مثلا، لو يعني هو اتربى في مكان او في مجال لقى انفتاح في حياته مع اهله مع والده ووالدته، هي ممكن تكون تقفل عليها وان وهي صغيره، فما سمعتش الكلام ده، ما سمعتش باباها بيقول لواحده غير مامتها الكلام ده. فهو بيقول لك دي، هي بتقول لك ان دي ثقافات، احنا اتربيت في جو وهو اتربى في جو، بتقول لك هو فعلا مستواه مختلف تماما عني. هل فعلا اختلاف الثقافات او اختلاف البيئه بتأثر على ان الراجل يكون مختلف عن البيت اللي اتربى فيه؟ جميل. انا اعرف واحده حبت واحد واتجوزته، كانت هي اصلا محجبه، هو مامته بشعرها وهي زوجه تانية وزوجته بشعرها وكده، ولكن لبسه محترم جدا، تتخيلي يعني ما فيش الحاجه العريانه، ما فيش القط، لا اللبس لحد هنا واللبس لحد هنا، والبناطيل اللي هي المحترمه، ولبس شيك قوي. لكن بيقول لك لا، يقول لها لا ما اقدرش اتجوزك تلبسي طرحه زي ده، انت تفضحيني. واللي هم بقى ناس بقى هاي زي ما انت بتقولي كلام من ده، فهي للاسف الشديد عملت اللي هو عايزه، قلعت الحجاب. فبالفعل في مستويات وفي ثقافات زي ما انت بتقولي كلام من ده، لكن في الاول وفي الاخر انا عندي دين بيقول لي ايه. ما انا طب ناخد رابحه ونرجع تاني. اتفضلي رابحه. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. الحمد لله. سمعتي المشكله الاول ولا لا؟ نعم. سمعتي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها ولا لا؟ لا مش مساء. طب قولي حلمك اتفضلي. شكرا لاتصالك يا رفحه، وحاولي تتصلي بينا تاني. فانا عايزاه تستعين بالله وتدعي له ان ربنا يهديه في الاول في الاخر يا رب العالمين، ويصلح لها حاله، وتحاول ان هي تحاول بيقولوا تحابي على بيتها وعلى حياتها، وتحاول تغير النقطه السوداء اللي هي مضايقاها في ديت. وان شاء الله انا متاكده ان الامور هتتصلح يعني، لكن ربنا هو اللي هيهدي في الاول في الاخر ان شاء الله. الامور تتصلح ازاي؟ هو عنده 45 سنه والكلام ده هو طبعا، وهو لو عنده 100 سنه تتصلح. لا مفيش حد بيتغير بقدر الله. ندعي يا سته، ندعي له، هندعي له هيموت يعني، واحنا هندعي له نقول يا رب الراجل ربنا يهديه، يا رب الراجل ربنا يهديه، استغفر، طلع صدقات، قول يا رب. اعتبر ان ما انا قلت لك في الاول، هنعتبر ان احنا بنعالج حاله مرضيه. ما هي هدعي له يعني يا ربنا ياخده، يا اما ربنا يشفيه، ما انا الوليه هتموت، فاحنا عايزين لها حل وسط. بص يا سالي، خلينا نتكلم بالحوار اللي هو اللين، اللي هو ما يتكسرش ويوجعها. لا انت ولا انا نقبل نتحط في موقف زي ده، ما نحبهوش. في ستات حره، يمكن تكون حره عن الراجل وارجل من الراجل، انا بقولها لك، كنت عارفه كده كويس الناس اللي بتقابلنا. مش هتقبل خالص ان جوزها هيبقى نايب المنظر ده، او طري، او بيتكلم بالحوار ده مع اي ست، مش هتقبل. بلوك على طول من حياتها، بيخرج. طب بصي استاذ علي عمال يقول لي معانا اتصال لازم ناخده. ام محمد مساء الخير. مساء النور. مساء النور. اتفضلي، معاكي يا استاذه منى، اتفضلي. مساء النور. اهلا بيك. ايوه معاكي. ايوه اتفضلي. سمحت ممكن اخد الرقم بتاعك اللي عاوزاه ضروري؟ حاضر، ارجعي للكنترول وهيدوكي الرقم، او سيبي رقمك. حاضر، ارجعي افصلي معانا وارجعي وسيبي رقمك. سيبي رقمك في كنترول او هم هيدوكي الرقم. حاضر. شكرا لاتصالك. احنا طبعا بيجينا عدد كبير قوي من المشاكل، وبيبقى عمق المشكله من جوه سالي هو عدم تحمل المسؤوليه. ان خلي بالك الراجل اللي بيتكلم بنعوميه برضو حاجات من ده، هو المسؤوليه بتبقى قليله عليه قوي، فعنده حته من الرفاهيه وحته من الدلع،
فيبقى يروح يتدلع بقى مع كرورتين ثلاثة أربعة وهو ماشي في الشارع أو مع صحباته أو كده، ما أنا ما بقتنعش بحتة اسمها صحباته لا دي. ده في رجالة، بصي أنا جات لي كمية مشاكل تقريبا ثلاث أرباعها والله العظيم يا منى آخر 10 مشاكل أنا قريتهم امبارح والنهاردة، ثلاث أرباعهم بتقول لك إن في راجل لا ده ليه صديقات ستات. واحدة من ضمن المشاكل مش عايز يعني مش عايزة ندخل من المشكلة المشكلة، بتقول لك جوزي لازم أتقبل إن هو نازل مع صاحبته عندها مشكلة ويحلها لها. طب فين جوزها؟ لا اصل دي جوزها مسافر. ارد على ما رايح فين الراجل ده كبير يعني من ضمن المشاكل والله العظيم ثلاثه جات لي مشكله يعني هي جوزها مسافر هو رايح فين الراجل عايزين نعرف يعني لا هي عندها إيه؟ مشكله مع اولادها فرايح يحلها لها. ما شاء الله الله اكبر، ده احنا في زمن ال ده كتير جدا على فكره. انت ما بتشوفيش رجاله ممكن بتسلم على ستات بالبوس عادي؟ بتشوفيهم موجودين. بصي ما حدش يقنعني ان يقول لي ان احنا في الاول في الاخر يعني مصريين او عرب بيحكمنا دين واحد او 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 مسلمين او ايا كان بقى. انا مش عارفه دلوقتي الدنيا بقت مختلطه عندي. يعني واحد يشوف واحده صاحبته يبص صاحبته صح انت بتقولي صاحبته فيبصها يعني يا شيخ يعني 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 انا بتمنى لك ساعتها تموت على فكره والله. لو اتكلمتي يقولك انت حد متخلف يعني لو واحده اتكلمت يا ستي افضل متخلفه العمر كله ولا انا اشوفش المنظر ده اصلا قدامي. ايه القرف ده يعني اشوف واحده سلم عليها بوسها يعني تبوسك عقربه وتبوسها عقربه لا لا ويقولك إيه انا بوسها لا ويتكلم يعني ما تيجي تكلمي مع حد يقولك انا بوسها بوسها اخويه على فكره الله يرحمك يا رجوله يعني انا مش عارفه لكن ما فيش حاجه اسمها بوس. وبالفعل بالفعل يعني احنا بنشوف الموضوع ده وكلام من ده وانا ببقى عندي ذل واستغراب جدا ان هي واحده تشوف واحد فتبوسه. يعني انا مش عارفه اقدر ان انت هتموتي في الوقت ده هتقولي ربنا انا كنت ببص اخويا هو مش اخوك ما يحللكيش انك تتجوزيه دلوقتي يحل. بس هقول لك على حاجه ممكن ما يكونش في نيتهم فعلا حاجه منها. انا بتكلم ان هي حرام حرام بس انا بتكلم ان ممكن يكون الاثنين ما فيش في نيتهم حاجه لبعض غلط ولا صح. لا غلط بس ما عنديش ماليش دعوه بالنيه. النيه دي بتاعتهم جواهم النيه دي بقى مع نفسهم خالص. غلط ولا صح؟ غلط يبقى ما ينفعش ان هي تتعمل. ما ينفعش ان انا اروح اسلم على هم. انت بتقولي ايه صاحبي ولا كان انا بقول صاحبي هم بيقولوا نازله صاحبته منفعش. منفعش. بصي لا يصح الا الصحيح. غلط بكل المقاييس وفي كل الاعراف غلط. احنا يا جماعه في مجتمع شرقي احنا مش بره والناس اللي بتحاول تقلد بره انا بقول لكم انتوا ناس متخلفه بتقلدوا بره في توقيت غلط وفي زمن غلط وفي وقت غلط في كل حاجه غلط 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 غلط. انتوا بتقلدوا كل حاجه غلط فاحنا مش هنعمل دعوه للموضوع ده خالص. قبل ما نختم حلقتنا تقولي ايه المشاهدين في 2020؟ النهارده اخر حلقه لينا معاهم في 2020. عايزه اقول 2020 زي 2021 زي 2022 اهم حاجه الطبع والاخلاق واهم حاجه الدين واهم حاجه نخاف من ربنا واهم حاجه ان احنا نقول يا رب. السنين واحده ودي كلها ارقام لكن اهم حاجه احنا نتغير. ده كله بيضيع من عمرنا. يا ترى احنا قدمنا ايه لربنا؟ ما قدمناش اي حاجه في اي حاجه ولسه مفهومنا في كل حاجه غلط. فمحتاجين افاقه وننتبه ان في حاجه بتحصل غلط يعني في حاجه غلط حوالينا. الارض بتهتز تحتينا فلازم نرجع لربنا ونستغفر ونحاول نحب بعض شويه بس مش نحب بعض بالبوز زي ما سالي بتقول لا احنا بعض النفوس تتحسن نفوس الناس تتحسن مع بعضها. فانا شايفه ان هي مجرد ارقام والحاجه الوحيده اللي انا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين فيها هي طبعا السنه الهجريه. غير كده انا ما بقولش كل سنه وانتم طيبين خالص لكن اتمنى يا رب تكونوا كلنا بخير وتكون السنه دي تكون داخله علينا ما فيهاش وجع ولا الم ولا فقدان اي حبيب وعزيز علينا يا رب. شكرا ليكي يا منى نورتي برنامجك طبعا حبيبتي وكل سنه وانتي طيبه وسبحه مشاهدين بخير ان شاء الله. اعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا النهارده انتظرونا في 2021 منى والناس.